افني بس بسرعة علي. تعالى انت مين وجبت الحاجات دي منين؟ اولا تتكلم باحترام انت بتكلم، ثانيا انا مين دي مش تفرق معاك في حاجة، ثالثا بقى وده الاهم مش الحاجات دي بس اللي معايا، انت كتاب حياتك القذر كله من اول ما بدأته وافتح قدامك. ايوه انت ايه اللي انت عايزه دلوقتي؟ ايه المطلوب؟ المطلوب سهل جدا، هتحول 20,000 جنيه على الرقم اللي كان مسبب لك في الظرف، ولا من شايف ولا من داري. شفت بسيطة ازاي؟ ايوه ما بعتلكش يعني هتعمل ايه؟ بسيطة جدا، كمان نص ساعة تلاقي كل الداتا القذر بتاعتك موجودة على النت، وريني بقى تعرف تمشي ولا توري وشك في الشارع للناس تاني ازاي؟ وعلى فكرة هي اوريدي بتتحمل دلوقتي. طب تمام. وسلام عشان مش فاضيلك، قدامك ساعة. ياس ميكس يا هرم يا رابع، جبت الامتحان؟ الامتحان معايا بقاله يومين يا ميكس، وقفل بقى عشان مش فاضيلك بقى، سلام. انت بتتكلم جد يا نهار اسود؟ لو ده طالما عمل كده بيتكلم جد يا ابن اللعيبة، استناني انا جاي لك. يخرب بيت كاريزمتي، انا برنس. بابا انا نازل. لا خش جوه قلب البحر. هتقول ايه تعال استغفر الله العظيم يا رب، هتموتش عادي كلها مش هتدفي، ده احنا هنضرها كلها يومين على بعض، ده فقلت 8 ايجار بسبب الكهرباء دي كلها. في ايه؟ الكهرباء دي اللي حضرتك هتدفعها، يا حضرتك مش هتدفع اي كهرباء واحنا ماشيين. يعني مش هتدفع كهرباء؟ لا يا بابا. طب تمام، على الله بقى الاقي لمبه مطفيه. يا راجل قول لي يا واد، قلت للناس تخش يصوتوا لك في المسابقه؟ قلت لهم يا حد انا ورايا غير، وهقول لهم تاني كمان. لا سيبني انا بقى المره دي اقولها بطريقتي. بصوا هتلاقوا هنا لينك المفروض تدوسوا عليه، هيجيب لكم صفحه التصويت، هتخشوا تصوتوا 3 مرات، اللي ما صوتش وكمان تقدر تعمل مشاركه للينك لاي حد، هيديك 3 تصويتات كمان، صوت بقى من تليفونك في تليفون الحاج او الحاج اللي هو على الكلام. ايه السرعه دي؟ انت بتشتغل في اذاعه وتلفزيون. الله يخرب بيتك، حد يخش كده؟ الله يرحم امك. اهلا، تشرفتوا يا عم البطل بجد. ايه يا فين؟ كنت فين يا اخويا انت وهو وهو؟ كنا قول الاستاذ حطينا له، كان قاعد على البدن فجبنا له محلول. ما تتكلمش، اوه شاور هو اللي عارف. انا قصدي احنا كنا بناخد الحصه في البلاي ستيشن. بس طيب بناخد كورس ببجي. بص يا ماما بصراحه كده عايز تعرف بقى كل اللي حصل، كنا فين؟ روح على اليوتيوب هتلاقي فيديو اسمه اول يوم مدرسه. تاني يوتيوب واول يوم في المدرسه؟ شوف شبيك يا حاج. لا الاثنين بقى يا ماشي. يلا ايه ده؟ اوه يا دنيا هبعد واعيش مع حالي. خد يلا انت، ايه اللي حالتك رايحه فين؟ ماشي، مش حضرتك امبارح قلت لي لو ما نجحتش او جبت امتياز بشوف وشك في الشقه قبل ما اقطعك؟ انا واخدها من قصرها اصلا. متخلف انت، النتيجه انت لسه امتحنت اصلا؟ لا بس انا عارف اللي هيحصل. مش تقول لي يا حبيبي من اول السنه بدل المصاريف اللي انا عمال اصرفها كل ده؟ دمعت عيني يا دي تمنى عيكم غالي. قلب امك كنت فاكرها هتيجي على دمعة عين بس. خد يلا.